حجتك هذه حبر علي بالله اشرب مويتها ما تنفعك بشيء يا حبر علي. ما اقول الا حسبي الله ونعم الوكيل فيك. اذا لك حق ترى الارض هذه اللي شليتها من تداخل بها القبر معك هذه صدقها. ايش تسوي يا ولد؟ قل له معايا ابغى لحوض الورد. مالك ابويا مالك؟ ثقيل يا ولدي. ما قدرت؟ ما قدرت يا ولدي. ما قدرت في هذا الكيس الصغير؟ وكيف ستتحمل في ذمتك بهذه الاراضي كلها يا ابويا؟ شعبان على أن يكون الخميس 17 من مايو هو أول أيام. ها قد أتى شهر الرحمة يا أخوان، فالله الله الوادي اجا يوم المزيدة اجا الوادي ابو سيد الوادي يا اخي ما تخاف تسوق بريدك وتطقطق في الجوال يا رجال. كم مرة قايل لك اني انا ما اخاف من الحوادث اصلا؟ مرة وانا ماشي 200 وبوم شاعنا ادخل مع المكيف المكينة اطلع لك مع النور ولا فيني اي حاجة شفني قدامك يا اخي. انت قدامك اقول انزل شوف الصدمه حقتك. لا تكفى يا طارق لا تحركني يا طارق، خايف لو العمود الفقري جاء شيء يدق على اسعاف يا طارق. لا احد يحركني تكفون خلوني. اقول انزل بلا عظامي بلا دق على اسعاف. انزل انزل شوف صدمتك انزل. هذا النور اللي طلعت مننا هذا هو. ايش لك الدخان هذا يا ولدي؟ هذا التدخين انت عارف انه سبب رئيسي لامراض السرطان؟ انت عارف ولا لا؟ انت عارف انه غزو فكري؟ لا غزو فعلي. انت عارف 24 ريال تحطها يا الظالم في باكت تفطرني اسبوع بس لوزين وربيع. انت عارف؟ اترك الدخان يا ولدي، اترك الدخان، اتركه لوجه الله، اترك الدخان صراحة والله صحتك. اترك الدخان لوجه الله والله صحتك كفرت مني. الله يسعدك جزاك الله خير يا افلك. الله يسعدك. بطل الدخان يا ولدي، بطل الدخان، ترك من الحاجات اللي زي كذا. انا ترك الدخان يا ولدي. دح الله يا الفطور، الله يا الفطور، الدور المدخنة. الله الله بسم الله الرحمن الرحيم. بدي الفطور من يدخل ولا فطار بين الله ولا فطار بين الله يا ابويا يا ابويا يا ابويا يا ابويا يا ابويا يا سيارتي قيد ضد الجبال ضد الحجر سيارتي تمشي وسط الرمال الجارية سيارتي قيد ضد الجبال ضد الحجر سيارتي تمشي وسط الرمال الجارية.